ايه الصراع مع الاقدار اللي خلى دينا ولو مره واحده في حياتها يعني تحس انه في ظلم واقع عليها، حتى لو بعد كده فهمتي انه كان خير؟ انا اولا كارهه للظلم جدا، يعني انا شخص بيكره الظلم وما بحبش اظلم حد. يعني مثلا انا لو حاجه اتسرقت في البيت مش ممكن اشك في حد خالص. يعني بتروح في داهيه، بس الا الشك، الا اني اقعد اظلم في حد. مش مهم، ربنا لو عايز يكشف لي هيكشف لي، بس ما احبش. فانا بكره الظلم، ولما حد بيظلمني ما بحسش بالظلم. بتتكبري على الشعور؟ بتكبر على بتكبري الظلم. يعني ما بحبش الظلم. ايه القدر اللي كان تقيل عليكي قوي تتحمليه؟ والله هي اقدار كتيره جدا، اقدار اختيارات سيئه. اختياراتك؟ اختيارات.